أهلا واضح جمال سليمان. لما والدي جاب غسالة لأمي، أنا أمي كانت تغسل على إيدي، يعني كان مثل كل الستات زمان. بتذكر سعادة أمي الشديدة بأنه صار عندنا غسالة، وما لم اضطر تغسل لكل هالولاد على إيدها. كان ما كنت حبيت ناس ما كانوا يستحقوا حبهم كل هذا الحب. يمكن كنت دايماً اكذب حول مهنة أبي. أبي كان سواق سيارة نقل، فلما رفقاتي كانوا يسألوني إنه والدي شو بيشتغل، كنت أقول لهم بيشتغل سواق طيارة، يعني طيار. يعني بيعز النوم مثل ما بيقولوا، فتخبط الباب وتخبط بقوة، فأنا استغربت. فتحت الباب لقيت شابين وبنت كانوا سهرانين طالعين من السهرة، وعرفوا إنه أنا موجود بالأوتيل بهي الغرفة وحابين يتصوروا معي. ما الذي سيحصل في مستقبل سوريا؟ حنرجع على بلدنا ولا حنرجع على بلدنا؟ حنرجع نشوف بيوتنا وأهلينا وأصدقائنا والأماكن اللي بنحبها بسوريا ولا لا؟ يمكن حامل بامي مصري؟ لا، على طريقتي ما أعرف إذا كانت مصري. أنا ما بعرف إذا كانت مصري ولا سوري، بس حامل بامي. إطلاقاً السمن ولا الزيت، بجيب لحم غالباً بعظمه، وبجيب اللحم اللي يبقى فيه شوية فات، شوية دهن. اللي باللحمة هو اللي بيبقى بديل الزيت أو السمنة أو أي شيء، وبغليه وقت طويل مع البهارات ومع الملح ومع الثوم، مثل البندورة طماطم يعني على الوش، وبخليها تنطبخ على نار هادئة. قبل ما شيلها بحوالي 10 دقائق بحط كمية كبيرة من الكزبرة، لأنه أنا بحب الكزبرة مع هاي الأكل. بتركها تغلي مع الكزبرة 8-10 دقايق، وبعدين بأكل، بتطلع لطيفة جدا وطيبة جدا. كلام واضح.